الأعزاء ما زلنا متواصلين بتواصل منافسات هذه الأمسية الحافلة بالإنجازات في هذا المهرجان الغالي المقام على سيف أمير البلاد المفدى مع منافسات أول أيام هذا المهرجان. لنبدأ معكم وبحضراتكم واصفين لكم هذه الانطلاقة المميزة 16 من أشواط هذا المساء مع فئات الإبكار، لنرى ونتابع ماذا تخفي لنا هذه الأمتار وهذه الشعارات الحافلة والمتواجدة والمتلاقية في هذا الاختبار والمحك الحقيقي. لنبدأ مع حاملة الرقم 16 المتواجدة ندى من تفتتح النداء بانطلاقتها على المركز الأول. تعود الملكية لهجن الشحانية بمتابعة جابر بسهال بن فاران المركز الثاني، وتابع التقدم لتاريخ الحاضرة مع تحدياتها على المركز الثاني. تاريخ تعود الملكية لهجن أم الزبار ناصر بن حمد الشهواني من يتابعها بعملية التضمير والمركز الثالث. وتابع مشاهدينا الكرام شعار حجن المرقاب مع تحديات عالية الحاضرة في هذا المستوى العالي في هذا المستوى الرفيع لتتقدم عالية حاملة لنا شعار حجن المرقاب بمتابعة عبد الرحمن بن سالم بالعرج المري والمركز الرابع. نتابع سهم لهجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة من يتابعها بعملية التضمير والمركز الخامس من الجانب الأيمن. وتابع سناد والتواجد والحضور لشعار حجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية ليبدأ المشاقب بالمشاقبات المميزة. لكنني أرى أسماء هنالك حاضرة متواجدة وهجل هجل الشحاني بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل، وكذلك تقدم رياض لهجل أم الزبار المبارك بن محمد بن صرير بعملية التضمير. لنعود إلى مجريات المقدمة إلى تاريخ من بدأت تفتتح بوابة التاريخ بانطلاقتها مع البداية وحضورها على المركز الأول. تعود الملكية لهجل أم الزبار بمتابعة تابعت ناصر بن حمد الشهواني. يلا يا المرعب الصغير يقدم لنا هذا الانطلاق الكبير والمثير مع تحديات وانطلاقة التاريخ المركز الثاني. وتابع مشاهدينا الكرام تحديات المركز الثاني القاتمة والمتواجدة ندى لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم فاران المركز الثالث. التواجد لوهج الحاضرة بشعار حجر الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل البرنس يقدم لنا وهج، وكذلك يقدم لنا المتقدمة بهذه اللحظات ملامع الحاضرة والمتواجدة والمتسللة نحو المركز الثالث لهجر الشحاني بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم لنا هذا المسمى الخطير الذي بدأ يمر ويعبر نحو المركز الثالث. وهج على المركز الرابع المركز الخامس غادي ما سهم كسرعة السهم حاضرة متواجدة تبحث عن مركز الخمم على انطلاقتها وحضورها بشعر هجن أم الزبار بمتابعة عبد الله بسلامة. لكن أعود إلى تاريخ الله يا تاريخ تفتتح مجريات الكيلومتر الأخير الكيلو المثير. الأسماء قادمة سيل جارف من الحقائق مع هذه الحقائق الحاضرة والمتواجدة. تاريخ ملامع هجر الشحانية هجر الغرافة أيضا قادمة مع الماسة الله يا الحماس. ملامع بدأت تغير مجريات هذا الشوط هذا الاسم الخطير الذي بدأ يعبر نحو المركز الأول. حينما وصلت إلى النداء خبرتكم بأنها من أخطر الأسماء الحاضرة والمتواجدة الحامل شعار هجر الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل البرنس يقدم لنا تحديات البداية. لكن هجن الغرافة قادمة نحو المنافسة نحو اختطاف ناموسي هذا الشوط. الله يا الانطلاق
الانطلاق الجميل، الانطلاق المميز، ملامح ملامح ملامح، حفلة 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 لهذا الحفل الكبير. تحضر معنا ملامح مع انطلاقة أول المراكز. الله يا ملامح ملامح، تكسب الأرباح، تجنى أيضا هذا الناموس المميز لتكون حاضرة حاضرة محققة للمركز الأول. الثاني والتبريكات لحجن الشحاني والثانية لجار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثاني وصلت حفلة لجغراف. المركز الثالث كان الوصول لوهج هج الشحاني. المركز الرابع وصلت الماسة لهج الغرافة. خامسا كان الوصول لمنيفة لهجن المرخية. إذا مشاهدينا الكرام، ملامح هي الفائزة والمتوجة بمجريات هذا الشوط، وهي المحققة للمركز الأول بتوقيت زمني وغدر 6:14 29 جزء من الثانية. الثالث اتفق على هجي الشحاني، والثاني جار الله بن محمد بن عجيل المرهي. المركز الثاني كان الوصول لحفلة 6:14 93 جزء من الثانية. الثاني والتبريكة لهجن الغرافة، والتهنية نزفها لسالم بن عامر المدهوش. المركز الثالث كان الوصول من قبل مشاهدينا الكرام الماسة، أو كانت الواصلة وهج 6:19 31 جزء من الثانية. الثاني والتبريكة لهجن الشحاني، والتالي جر الله بن محمد.